فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول إذا اجتمع في صلاة الجنازة مع الأموات الكبار اجتمع معهم أطفال، فهل يدعو لكل بدعاء أم أنه يكفي دعاء واحد للجميع؟ يدعو بدعاء للجميع، وإن خص الأطفال قال اللهم اغفر لوالدي هذا الطفل واجعله فرطا وأجرا وذخرا وشفيعا مجابا، فاللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه عذاب الجحيم، هذا مشروع للطفل. فإذا صار عنده متسع من الوقت وجاء به بعد الدعاء للكبار فهذا أحسن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.